ألم تسمع قوله جل جلاله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، فهل تقف يا شيخ عبد الحرسي عند كتاب الله؟ هدانا الله وإياك إلى سواء الصراط. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعها من أعظم الخسران. الدين رأس المال، رأس المال كهذا والدين هذا، فاستمسك به كدك فضياعها من أعظم الخسران. هذه كاضية عند الدين هذا وخسارة وين؟ ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ملكستو أدنقر قيسينيسين كلمة دانو حيدة وسعطة كلمة دي هوري أنصو دوبي إن شاء الله تعالى وحين توس أوسعطة الشيخ عبد الحرسي سيدي كلمة دي هوري أنصو ولا ليال الشيخ عبد الحرسي عطسي توس أه أو فيديو أهن وأدري عطسي قرال وأدري سيئن مسألة دا رأيك آخر الرأي الآخر سيئن ودي بنا مسألة دي أو أسيئة كهدلي إن أمكسو بندقنو برتيسة أو دتك أو كلاهدلي محايا يلي حق الرد لله حق الرد نقف كاستن حقيس إن لسيان ومحي هذا سيد أسيء أو قبوب شيخة أعطي كل ذي حق حقه قف كاست حقيس السي وحمرك وليك السوية حق الرد كي جا إن محوه عن كهلو حق الرد كي أنا كهل إن شاء الله تعالى إذا قرأ له وأودري وأن أرك كرتين إذا فيدو نودري تاس وتاس أنت مرك كلمة ده وحن كهل هل دونا سيد عن كلمة دي هر نقار كم يده عن كسر عديي قففك ووين أو كجلي شعب دحرسي أقن كصوماليقة وقففك أو كجلي ما مهوين كيو استدلال كيس ما إنه أسود ليشنا يو ما مهوين كملاء مناسب هينن سيد أكرن أي حديث كيو يو قرآن ك يو أقواش علماء ذن سيد أكرن أسود ليشنا يملاء اسم مناسب كوه قففك ووين مرك أو جلي يعني الديني كأه شعب دي شعب دحرسي حكم يده إن محي هذا أو يهي قف شيخ معنا إنه يهي قف أمد أويرة إن هي معناها كل رقمان وحلو يقانو ربضة وحلو يقانو ربضة السجنة وكل رقما أو وحو دقي أم أو قتاي جوري أو ربعة وحو دقي أم أو قتاي جوري ربعة أيو دقي هاي مركا سياس درتت ربضة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسمح كليها عند جي سنو قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال جل جلاله وأحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى غير ذلك من الآيات يو وحي كسهر آياتها وكسهر ورئين أي تحيح ربضة وحيابها أو دين إلهي سبحانه وتعالى أو كحرمي قرآن كأي أنك عدها ربضة بالنص السريح أين وعدها إن الربضة أي تاي حرام أي مسلمين تأيسن استعمال كرين سياس درتت شيخ وحيابها خلادات كوابين ودين تأكو قلي وحاكم ده إنه معنى الربضة أو كو رغمه بل إنه يدعو الناس إن دتك إنه أويرو إنه يعني الربضة أي كو رغمان دتك أويرو وأن كهر كرتين كلمودوين كيسو حيكو جران يوتيوب أسيقو دتك أو كو بورينا إنه الربضة كو رغمان أسيقنا أو قيرنا إنه الربضة أو كو رغمه أي نحال أطهي. ومن الأحاديث الصحيحة ما روى البخاري رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل الربا من السبع الموبقات وحكمتها تضبضة دتك هلاقة من السبع الموبقات تضبضة دتك هلاقة كمتها ربا إن لعنه. وفي البخاري أيضا سيدوك البخاري وحكسو أروري لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله رسولك صلى الله عليه وسلم وحو لعن ذي متك عنه ربا إيا متك عنسية أو سيادتك ربا مركو حالينا هاي شيخة أين أنت من هذه الآيات والأحاديث الصحيحة أين أنت يا شيخ عبد الحرسي أين أنت من هذه الآيات الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة ayadaha si quraanka ku soo aroray inay ribada xaraam tahay adiga aad ku dhaqmeysid bal tajaawista xadda
إن دتك ويرتت وتدعوهم إلى الناس دتك ويرت ربك قرآن أيدها عن قرآن كحجي محيي أي كار قرصومين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد أنصار شجنا لباس حديث كمدين أو بخاري كيال أنت كار قرصومين مركا أنت عسي مركو حنلاي هاي دتك سوماليات وحنلاي هاي إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون عن دينكم إن هذا إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين علم والدين هذا علم والدين هذا وإله سبحانه وتعالى أتكو عبوديست إسكفيري قفك الدين كا قادنيست قف والبو أنتم مال سفريستو أو كوفيد إمامة أو صحرته أو ورقاده كوسو قاتو عربي إيو إسكوكا صود الدرو إيو حيابة كليتو هاو قادنين قف أو يعني عالم أه إسكفيري فانظروا ممن تأخذون عن دينكم إسكفيريا قفك الدين تين كقادن يسين ابن القيم في نونيته وحوليه هاي الدين رأس المال فاستمسك به فضياعها من أعظم الخسران الدين رأس المال رأس المال كهو الدين تاذا فاستمسك به كدك فضياعها من أعظم الخسران هذه كاضية عند الدين تاذا وخسار وين ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إن شئت قلت وحديه كرتا هذه ضرورة عندنا المغتربين ويختلف واقعنا عن الواقع البلاد الإسلامية وهي ضرورة لنا والقاعدة الفقهية تقول الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها وهي ضرورة قدر بليهن أبن معن واحد كفر المفتوح معن قدر إليه قف كمركز ضرورة هيسا أي خاصة أي أهل العلم يوفيرن عيان لا ينظر إلى العام عام لو ما فيري خاص أي يوفيرن عيان قف كهيسا بس كليه مثلا إلا ما اضطررتم إليه إلهي مركو كسوه هذلي ميتذئي وحياه حرام كه يا إلا ما اضطررتم إليه وحي الضرورة قف نفسك بحيسو نفت أكو عشت سياسوي الضرورة تقدر بقدرها سياس درتت حدا سياس إنه أتقصو جلبت أدهدت أنا جا حنا هاي قرب جوك نمقو سيا فقه بلاد الإسلامية أنا جا نمقو سيا أدهدت علماء الإسلام أو بلاد الإسلامية أما بلاد الحرمين أما الشام أما بلاد الرافدين أما المغرب أما شمال إفريقيا نمقو سيا أدهدت محيي لي فقه خاصا لين هاي أولي هذا فقه المغتربين قرب جوك تفقه هذا لين هادات كسر جواب تيت لبا أيان كاج جواب مداس لبا أرينا كاج جواب هدي إذا كان هذا واقعك ولا يجوز للعلماء المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية لا يجوز لهم أن يتدخلوا في بلاد الغربة في مسائل بلاد الغرفة والغربة لاختلاف واقعهم لاختلاف واقعهم واقع أياك للدول درتت علماء المسلمين وحبك مقصيان ربذنا عنينا هولهنا وضنينا محايا لي فقه إنه قارع أياجره أو لو فيرنا يو زمنك يو مكانك يو واقع أنك كنول نهاي هدان هاي قرب جوك هذا أساس كسو جوابتت طبعا وحكولا يهاي فلماذا تتدخل في شؤوني واقعهم فلماذا تتدخل في شؤون واقعهم وفي بلدانهم الإسلامية التي يعيشونها ودمنا مسلم يكون نوليهين واقع هذا يو شؤون الداخلية محاط وفرق شتي الداخلية وأنت بعيد عنهم هذا كفك ومسألة ذي بوسك أذن جوجين مكانك أذن جوجين وقعد قرتي إن هذا ودن كمردو تجين ودن كمردو أذن تجين هذا قرتي أو أنا كنا ولين محاط فرق شتي مسائل شو فقهي أو خاص كذا واقع جوه كنا المحاط فرق شتي وأتمان وسي ويسي أو لي ويسي أهل مكة أدرى بشعابها محاولي ويس والعلماء ذين أي مصلحة ذين أك مسألة وافقي هل كان مسألة أو من الكتاب والسنة أي محيها تكلي حتى نص كتاب تكلي حتى نص حديث تكلي حتى هذا واقع وحا أتيري ee daruuradada muslimiinta wadanka jooga Soomaaliya jooga maxaa daruuradooda iyo waaqicooda iyo ahwaashooda iyo culimadooda u ixtiraam weysay ilaan ahlu makkah adra bi shaabaha intaasi sheekh maxaa samayn weeyday
جوابتي لبات تاس وامي داس وحي هاد انات اوديسد مسائش واد ايه اني محاي هاي علماء دوضا اي اوفت وادان واد سمين ويسي واد كل حبودي واد كل خبصتي واد دفلقات ديسي واد حقيرتي وحياوة بضان او آذابت يسلوكيات اهل العلم كبحسن واد كو هذا شي جوابتي لبات هادي اهل هاد هاي guriga aan deganahay ribada ee daruurada daruur ayaan ku qaatay oo aad isticmaalaysid qaacid la yiraahdo ad-daruratu tubihu al-mahdhurat waxyaabaha oo daruurada ah waxay ku baneynaysa hadda daruur adiga ku hayso waxay ku baneyn kartaa waxyaabo la xarimay ayay ku baneynaysa daruuradaas darteed iyadoo daruurad mar walba ay leedahay qadar ay leedahay wa daruratu tuqaddaru bi qadariha قدر كاسنا أهل العلم اللي دينايو هذه ضرورة كوبانيسي سير جواب طلبات أكدي كرتيد حواي ضرورة ذا إبانيس وحنا كهذا جواب أمريكا ما هي الضرورة التي تجبرك بالبقاء والعيش في الغربة ما هي الضرورة التي تخبرك في البقاء والعيش في الغربة ضرورة ذا كو قصبتي إن جوكتت أن نكون ولاتت قربها maxay tahay si aad u baneysatid inaad guri riba ah aad qaadatid aad ugu noolaatid waa su'aal sidoo kale ma waxaa tahay qof aan ku matluub ah qof wanted ma tahay qof la raadsanayo miya tahay target ma tahay qof la targetsanayo miya tahay oo u baahan in la magan geliyo wadan inuu magan geliyo qurba inaad ku magan gashid haddii aad kasoo dhaqaaqdid aad kasoo baxdid يعني ما نفس الدعاء به هلس كجرت سيرت أي ضرور كون قتي نفس الدعاء إني هلس كجرت نفس الدعاء فملكا إني هلس كجرت سيرت ما ضرور كون قتي والجواب عندك جواب هذا يسوع أليس من الممكن أن تنتقل إلى بلد من بلاد الإسلامية سورة قال ما هن إن كسر جرت غربها ودن ودمذا إسلام ككمدها أدوس ودكتت سيأتي السجي إلى لسيد إن تكون قنتت خبضة ما الذي يمنعك أن تعيش في الصومال؟ محاكا هرتاغن أما كود ديدايا إنا تكون ولا تيت صوماليا ما الذي يمنعك؟ إنا تكت سوجر تيت أذيق إيو فميل كاغ أو دودن كاغ سودك تيت سي أد أغبت بادت إنا تكون لعدد حرام أو ربا ما الذي يمنعك؟ محاكو ديدا محاكو ديدا إنا تكون ولا تيت أحد من بلاد الإسلامية محكودة إن أنا كنت ولاتت مصر مثلا تركيا مثلا ماليزيا مثلا وغير ذلك وغير ذلك الاختيارات كثيرة الاختيارات كثيرة وليس هناك أي ضرورة اختيارات كوي بدينهن واحد ضروري أهنا ماشان كما مغضان بل هو اختيار ودور الشو اختيار وليس إجباري وليس ضروري اختيار ودورتي أنت الذي اخترت أن تعيش في الغربة هذه أي دورتي إلى غربة كن ولاتيت باختيارك أنت هذه أي دورت شخص يا دورت مع إمكانك أن تعيش في مكان آخر من بلاد الإسلامية أيضا صورت قلتهاي إن كن ولاتيت ملك أو ودم الإسلام ككميتة أيضا صورت قلتهاي أيات اختيارك أو دورتي ثم كوري ربا يا دكتي ثم وحاتري ضرورة قربها أيا وقصبتها إن عندكو محايا لي بنوك إسلامية ماشان كوما تالو نعم آت ماشي كوما تالو بنوك إسلامية ما الذي يمنعك هنا ماشي بنوك إسلامية تال إن تكتت أليس هذا اختياري ليس اختياري هين كم من عائلات وكم من شخصيات انتقلوا من الغربة إلى بلاد الإسلامية غربها بلاد قلبات ميقا كسو قورتي أو قدام إسلام سود دقي ما الذي يمنعك أن تأخذ هذه الخطوة تلابا داسي دبك مسلمين تقاعدين إنا قادم حكا ريباي كسو قذب أريما خاص كو إه آذان ربين إنا يعني شيكتيت أيا جرتو كسو قاد نفترض عذر داران كو سمينينا أيا كو قصبايا إنا تكون ولا تتغربها سياس درتت الضرورة أن يكون قطع إنا قري ربا أقايت كن ولا تت فلماذا تدعو الناس إليها محاد دتك أوي ليس إنا ربا قاتان
هاد ولاد هاي غوري قاتا ربدا قاتا قتا وبنانت هاي فقه المغتربين باجرو واذا بنانت هاي لماذا تدعوهم؟ لان الضروره تقدر بقدرها وتختلف احوال الناس من شخص لاخر دتك احواش ذو كل دوانت هاي. لنفترض ان احواش هذا ينطبق عليها الضروره هذه ان يكون مناسب كوغوتا هاي ان الضرورة تكون استعمالش مع مجتمع ويريسا جواب تذا الغرب شيخ عمر بحلان ألم تسمع قوله جل جلاله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله فهل تقف يا شيخ عبد الحرسي عند كتاب الله هدانا الله وإياك إلى سواء الصراط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.